السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعوا معي إن شاء الله. اليوم الوصفة ديال طخت فخيز. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو 200 غرام ديال الطحين، 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال السكر، 3 ديال البيضات، 2 ساشي ديال الفاني، 1/2 كيلو ديال الفريز، ونص سترو ديال الحليب. المرحلة الأولى البنات هي لا كريم باتيسير. باش نبداو لا كريم باتيسير، خصك نص سترو ديال الحليب. هو أول حاجة غادي نديروه يغلي نوزي الكاسرول. من بعد غادي نجي غادي نفرق البيض مع الصفر، وغناخدو غير الصفر. غادي نحتاج 3 ديال الصفر ديال البيض مع 1 ساشي ديال فاني. من بعد غادي نزيد عليه 100 غرام من السكر. ونخلطوا كل شيء، تخلط كل شيء المقادير مع بعضياتها. ومن بعد نزيد معلقه ونص ديال لافارين. يمكن لكم ديروا النشا الا عندكم، انا مابقاتش عندي، دونك خدمت لافارين بحال بحال. المهم نعاودو نخلطوا كل شيء مزيان، وغادي نجيو نكبوا عليه هذاك الحليب اللي درناه غلا. وغادي نعاودو نخلطو كلشي مزيان مع الحليب. من بعد غادي ناخدو نفس الكاسرول فين غلا الحليب، وغادي نكبو عليه هاد الخليط ونردوه على نار مهيلة. نبقاو نخلطو كل شوية، نبداو نخلطو باش ميلصقش في الفون الكاسرول. فوالا، أبخي غادي يبدا يتقال وغادي يغلي، وديك الساعة غادي نحبسو ونحيدوه من فوق العافية. كيما كتشاهدو معايا هو تقل، من بعد كنديروه واحد المهم إناء يكون بارد ونقي بيانسور، ونخليوه يبرد. لا دوزيام ايتاب هو لا بات، لا بات تارت. هاد لي دابا دايره لا بات كتسمو بريزي. غادي نحتاجو ليها طحين. غادي نحتاج 200 غرام ديال الطحين، 1 ساشي ديال الفاني، ومعلقة ونص ديال السكر. ومن بعد غادي نحتاج 100 غرام ديال الزبدة. يعني كما كتشوفوا هكا رطبة، ماشي دايبة، ماشي قاصحة في الثلاجة، تكون واجدة عندكم في الكوزينة. نقطعوها هكا مرتويات صغار، وواحد شوية ديال الملحة، وشي شوية ديال الماء باش غادي نكملو الجميع. دونك بروميير ايتاب، غادي نبداو نجمعو الزبدة مع الطحين، نجمع مزيان حتى يلصق كلشي، ندمجو المقادير. من بعد غادي نزيد شوية ديال الماء. هاهي دابا تجمعات، غادي نوضعها فيلم المونتير مزيان باش متنشفش. ومن بعد غادي نخشيها في الفريبو، يعني في الثلاجة عادية، 40 دقيقة حتى ساعة باش ترتاح، باش نقدر نخدمو بها. حيت دابا كيما كتشوفو راها رطبة. نفس الشيء بالنسبة لكريم باتيسير، من مور ما دفات ما بقاش سخونة بزاف، غادي نغلفوها بحال هكا في الماء المغطيه ونديروها حتى هي في الثلاجة. من بعد ما ارتاحو غادي نجبدو العجين، غادي نقسمو على جوج، نبداو نخدمو ان شاء الله
لي تختلات ديالنا. الوغ كيما قلت لكم غادي ندير هكايا في وسط جوج ورق ديال الطبخ، ورق الطبخ ندير شويه ديال لافارين، ندير شويه باش ما تلصقش، نبدا نايطالي بحال هكا. يعني خصها تكون ماشي رقيقه بزاف، ماشي غليظه، يعني واحد 5 مليمتر جوبونس. ومن بعد نبداو نعمرو الليمون ديالنا، بحال هكا نبداو نجبدو شي شويه. ايوا انا هنايا خدمت 4 ديال الليمون صغار وواحد متوسط، نتوما تقدروا تخدموا اللي بغيتو، يا كلشي صغير يا وحده كبيره في خطره، المهم كيما بغيتو. درتها طيب في الفران، هي حتى تحمرات فوالا هكا كتبوها في 200 دوغري، وبصراحه الوقت ما شفتش الوقت، المهم تبان لكم فاش تحمر صافي راه وجدت. من بعد غناخد لا كريم باتيسير ونديرها بحال هكا في لاكوش عادي، الا ما عندكمش ماشي مشكل تقدروا تعمروها غير بالمعلقه، انا كنفضل نخدم بحال هكا في لاكوش عادي حيت كيجي داكشي زعما اونيفورم في السلاطاي. ولا كنبدا نعمر بحال هكا يا كريم باتيسير. المهم انا غادي نكمل التعمار ديال الطارت بلا كريم، وغادي نديكوري بلا فريز وبنان. مي نتوما عندكم الاختيار، تقدرو تعمرو بأي فاكهة عجبتكم ولا ديروها ميلونج. أنا هنايا اختاريت من البنان والفريز. الحلقة ديال اليوم سالات، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة ديالي والطريقة حتى هي، ونكون خفيفة على قلبكم، خليكم تشوفوني طبق نهائي. إلى اللقاء.